المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد يضمرها، والمركز الرابع اللي تاتي في المركز الرابع سهم تعود ملكيته لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد ال نهيان، واحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي يضمرها. بينما المركز الخامس، خامس المراكز، وصلت هوايل تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وحمد بن علي العويسي الذي يقدم تضمير هوايل على المركز الخامس. بينما المركز السادس، نشوة في المركز السادس لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومع مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. المركز السابع تحركت الشكلة لاسمه الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي المسافري يتولى التضمير، وهناك متواجدة وضحة تعود ملكيتها لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وخليفة بن سالم بالصقعة الكابتن كذلك متابع ومنطلق مع مسار هذا الشوط وتحدياته. هذه نتيجتنا وهذه الأسماء المشاركة، هذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط لتندفع طيلة 6 كيلومترات، تتنافس على انتزاع الناموس والفوز، تتبادل المراكز ما بينها البعض لتندفع بهذا التحدي. نسير مع المراكز الأولى ونعود مرة ثانية مع الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد. 1200 غادرناها، غادرنا هذا النداء، وهذا الذي يعرفونه كل المضمرين الـ 1200 بعد انطلاقة هذا المسار والتحديات. يا سلام يا سلام، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول. مسيطر الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد الذي يقدم الشاهينية. البويضة في المركز الثاني في شعار هجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير تقدمت هناك من الجانب الآخر، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، تنافست هذه الانطلاقات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الأسماء وصلت هناك كذلك. هوايل هوايل لاسمه الشيخ زايد بن المرة المكتوم، وحمد بن علي العويسي كذلك مع بالضبيعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مطر بن محمد بالضبيعة مع فكرة، مع فكرة غيرت فكرة هذا الشوط، غيرت مساري هذا الشوط، فكر في أمتار هذا الشوط بالضبيعة، وانطلق مع الوقت المناسب بفكرة إلى مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. مطر بن محمد بالضبيعة يقدم فكرة ونشوة في المركز الثاني لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوب، مطر بن لاحج الهاجري. ولكن خلاص، فكرة يا فكرة يا فكرة، فكرة مشاهدين الأعزاء غيرت الفكرة، سارت بفكرة الناموس، انطلقت مع هذا الشعار. تهانينا لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب ومطر بن محمد بالضبيعة. بينما المركز الثاني اللي هي نشوة لصاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث وصلت فيه الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز الرابع البويضة من هجن العاصفة، والمركز الخامس الشكل لاسمه الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، فكرة هذه توقيتها الزمني 9:44، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا مطر بن محمد بالضبيعة، وصلت في المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه اللي وصلت في المركز الثاني هوايل، أو اللي هنا شوى قطعت المسافة في 9:45، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن لاحج الهاجري، وصلت في المركز الثالث هوايل، قطعت المسافة في 9:45، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ زايد بن المرة المكتوم وحمد بن علي العويسي. التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا في انطلاقاته وتحديات هذا المساء. على بركة الله نسير بحضراتكم في انطلاقة شوطنا 11 في هذه الانطلاقات المسائية. الشوط 11 خاص من خلال هذه الانطلاقة بالجعدان
المحليات الأصايل لتنطلق هذه الأسماء وتنطلق كذلك هذه المشاركة.